مرحبا مرحبا مرحبا، كيف الحال؟ أنا خبز بذور الشيا من شركة ريف للخبز الصحي. اسمع مني أهم الأمور اللي لازم تعرفها عني. تعرفوا ليش أي شخص ممكن إنه يأكل خبز بذور الشيا؟ لأنه صحي ومغذي وطيب، ولأنه مصدر غني بالألياف الغذائية والبروتين والفيتامينات، وبتحتوي بذور الشيا على نسبة كبيرة من الألياف الذائبة اللي بتمتص الماء لتكون مادة شبيهة بالجل تتمدد في المعدة، اللي ممكن إنها تبطئ عملية الهضم وبتعزز الشعور بالشبع لمدة أطول، ومفيدة لصحة الجلد لأنه بيقلل من علامات التقدم في السن كونها غنية بمضادات الأكسدة. خبز بذور الشيا من ريف خالي من السكر المضاف والدهون تماما، لهيك هو خيار أكثر من ممتاز لجماعة الدايت بدون ما ينحرموا من أكل الخبز. خبز بذور الشيا كمان بيساعدكم على تنظيم مستويات السكر في الدم والتقليل من مقاومة الأنسولين كونها غنية بالألياف وبتبطئ من عملية الهضم، وهذا كله بيخلي امتصاص السكر في الدم بطيء. ولهيك ننصح بتناول خبز الشيا للأشخاص اللي بدهم يحسنوا نظامهم الغذائي ويعززوا صحتهم، بالإضافة لكتير من الفوائد لحياة صحية متوازنة اللي بتقدروا تقرؤوها بالشريط. وكمان أذكركم، منتجات ريف مو بس لحياة صحية، منتجات ريف طيبة ولذيذة كمان ومتوفرة بكل مكان. وبهيك بنكون شرحنا الفوائد الصحية لخبز بذور الشيا من شركة ريف. اعملوا شير لأي شخص بهمه الموضوع وتابعونا على صفحتنا لتعرفوا أكثر عن فوائد منتجات شركة ريف. لا تنسوا، ريف صحي ولذيذ. سلام.